في ظل التغييب القسري لوسائل الإعلام المحايدة والعالمية، يستفرد التلفزيون السوري الرسمي ببث صور استقبال أهالي حمصة لدبابات الجيش وعرباته المصفحة وهي تدخل المدينة. ويصور التلفزيون صور اصطفاف الأهالي على جانبي الطريق لاستقبال الجيش الفاتح المنتصر، كيف لا وقد خاض معارك ضارية مع المندسين بحسب الرواية الرسمية التي دأب النظام على تسويقها منذ بداية الثورة ضد الرئيس بشار الأسد وحزب البعث الحاكم. وفي مدينة حمص حاصر الجيش السوري المدجج منطقتي باب عمر وباب سباع، وقامت الدبابات بقصف الحيين ما أوقع عددا من القتلى والجرحى. وتستعد سوريا لجمعة مظاهرة احتجاجية جديدة أطلق عليها جمعة حرائر سوريا، تضامنا مع نساء اعتقلن وتعرضن للإهانة والقمع من قوات الأمن والمطالبة بإطلاق سراحهن.